يوم الأحد 22 ذو الحجة الموافق الأول من أغسطس عام 2021، لن يتم السماح بدخول غير المحصنين للمنشآت التجارية والمراكز والمولات وكافة منافذ البيع، ويشترط أن يكون المتسوق والمستهلك الذي يود الذهاب إلى الأسواق أو كافة منافذ البيع لابد أن يكون محصن بجرعتين أو محصن بجرعة أو محصن متعافي حسب الحالة التي تظهر له في توكلنا، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية التي أوضحتها وزارة الصحة أو حتى الحالات الصحية التي يتعذر معها أخذ اللقاح وقد أوضحتها وزارة الصحة في وقت سابق.